السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بتلاميذ مؤسسة المقري، معكم الأستاذ محمد الحوتي، أستاذ مادة الرياضيات. إن شاء الله الحصة هذه غتكون هي الحصة الأولى في سلسلة مراجعة دروس مادة الرياضيات بالنسبة للجهة المشترك العلمي. دونك ارتئينا تكون عندنا سلسلة ديال المراجعة لأسباب من بينها أنكم انقطعتوا عن الدراسة لمدة تقريبا دورة كاملة، والدورة الثانية كلها تقريبا ما قريتوهاش السنة اللي فاتت. دونك داكشي علاش ارتئينا نديرو سلسلة ديال المراجعة واختارينا الدروس اللي غتنفعنا بزاف والدروس المهمة. دونك شباب، غتكون هاد السلسلة هادي راه مفيدة جدا لجميع التلاميذ، دونك خاصنا ناخدوها بواحد الجدية كبيرة بزاف، لأننا غادي نتمكنو نسدو الثغرات اللي عندنا في مادة الرياضيات. دونك على بركة الله اكتشفوا المحاور أو الدروس اللي اختارينا لكم. دونك المحور الأول هو الأعداد العشرية النسبية، هنشوفوا العمليات الأربع على الأعداد العشرية النسبية، يعني عمليات الجمع، الطرح، ضرب القسمة، وطرق إزالة الأقوال. المحور الثاني اللي هو القوى، كما كتعرفوا ان الدرس ديال القوى درس مهم جدا، خصنا نتمكنوا من توظيف مجمل خاصيات القوى في العمليات. والمحور الثالث غيكون هو الجذور المربعة، يعني التمكن من تقنيات تبسيط وحساب عمليات تتكون من جذور مربعة. والمحور الأخير اللي هو النشر والتعميل والمتطابقات الهامة، يعني نتعرفوا على مختلف تقنيات النشر والتعميل. وكذلك نقدروا نزيدوا محور آخر اللي هو المعادلات والمتراجعات. دونك نبدأ على بركة الله. الجزء الأول غيكون هو الأعداد العشرية النسبية. دونك نشوف هذا الجزء مجموع وفرق عددين عشريين نسبيين. دونك ملي كنقولوا أعداد عشرية، يعني هي الأعداد اللي كتكتب على شكل كسر بسط ومقام، او لا جميع الاعداد اللي كتعرفوا من غير الاعداد اللي فيها الجذر، صافي. ونسبيه كنعنيو بها انها فيها موجبه وسالبه في ان واحد، يعني تقدر تكون سالبه او موجب. دونك كنتعاملوا مع اعداد عشريه نسبيه. غنبداو بالحاله الاولى، هي مجموع عددين عشريين لهما نفس الاشاره. ملي كنقولوا عددين لهما نفس الاشاره، يا اما غيكونوا بجوجهم موجبين او بجوجهم سالبين. دونك التقنية شنو كتقول ليا؟ لحساب مجموع عددين عشريين لهما نفس الإشارة، نحتفظ بإشارة ثم نجمع العددين. نحتفظ بالإشارة ثم نجمع العددين. دونك مثال، مثلا عندي ناقص، لاحظوا معايا هنايا عندي ناقص جوج ناقص سبعة. دونك غناخد ليهم الإشارة ديالهم بما أن فيهم ناقص، غناخدها ونضعها هنا وغنجمع العددين اللي هما جوج زائد سبعة غتعطيني تسعود، النتيجة هي ناقص تسعة. وهنا العددين اللي كان عندهم زائد، يعني راه ما عنديش مشكل، هذه راه حيت خدمنا بها بزاف وما عندناش فيها إشكال. دونك زائد جوج زائد سبعة غتعطيني زائد، ونجمع جوج مع سبعة هي تسعة. فين كتكون فين كيكون المشكل بزاف عند التلامذ ديال سوا ديال ترون كومان ولا أي مستوى، كنلقاو عندكم إشكالية بزاف المجموع عددين عشريين مختلفي الإشارة. هاد الحالة بالضبط، دونك لحساب مجموع عشري عددين عشريين مختلفي الإشارة، نأخذ إشارة العدد الأكبر ثم نحسب فرق العددين. دونك نعطيكم مثال، كنمشي العدد الكبير، أول حاجة خصني نمشي العدد الكبير. شكون الكبير؟ جوج ولا سبعة؟ راه باينة أستاذ سبعة. سبعة غناخد الإشارة ديال سبعة، شنو هي الإشارة ديال سبعة؟ شنو كاين قبل منه؟ زائد. ممكن ناخدها كنوضعها هنايا مزيان. اشنو كندير؟ كناخد هاد سبعة الكبير، ديما كنبقى في الكبير، الكبير كنقص منه الصغير، صافي. سبعة ناقص جوج هي شحال؟ هي خمسة. دونك النتيجة هي زائد خمسة اللي هي خمسة. ملي كنقولو زائد خمسة راه اوتوماتيكمون هي نيت خمسة، صافي. هنا شكون الكبير؟ جوج ولا سبعة؟ سبعة وستة. دونك شنو غناخد الإشارة ديال من؟ ديال سبعة، هو الكبير إشارته كي دايرة سالبة. دونك غناخد ناقص، ياك، وغندير ديما سبعة ناقص جوج اللي هي خمسة. دونك النتيجة غتعطيني ناقص
ناقص 5 صافي. ندوزو لإزالة الأقواس، نبداو بتقنية إزالة الأقواس. دونك ملي كيكون القوس سابق زائد، كنلاحظو أننا كنحيدو الأقواس بلا ما كنديرو والو، كنديرو والو. بينما لكان القوس سابق ناقص، شنو كنديرو؟ كنحيدو الأقواس مع تغيير إشارة العددين أو الأعداد التي بداخل القوسين صافي. مثال، إذا كان عندي هاد العددين سبوق زائد، لاحظوا معايا، زائد عامل ناقص 4 زائد سعود، شنو كتساوي ليا؟ كتساوي ناقص 4 زائد سعود. اوتوماتيكمون كنحيدو الأقواس بلا ما كنديرو والو، كنحيدو الأقواس مع وما كنغيروش إشارة العددين. ناقص 4 زائد سعود هي اش؟ هي 9 ناقص 4 هي 5. هنايا عندي القوس السابق ناقص، ملي كيكون القوس السابق ناقص كنغير إشارة العددين. دونك هنا عندي ناقص 4 زائد 9، شنو غتعطيني؟ غتعطيني هي 4، حيت ناقص 4 غتحول زائد 4، وهاد زائد 9 غتحول ناقص ناقص 9. دونك النتيجة هي ناقص 9 زائد 4 كندير ناقص، وندير 9 ناقص 4 هي 5. دونك النتيجة هي ناقص 5. هاي التقنية نقراها، تقنية لإزالة الأقواس المسبوقة بعلامة زائد، نحذف الأقواس بدون تغيير إشارة الأعداد التي بداخلها. ولإزالة الأقواس المسبوقة بعلامة ناقص، دونك هذه الحالة هي المهمة، نحذف الأقواس مع تغيير إشارة الأعداد التي بداخلها. دونك هذا الشيء راه مهم جدا صافي. إذا كان الأقواس سابق ناقص، كنحيدوا الأقواس وكنغيروا إشارة الأعداد اللي كاين داخل القوسين ياك. ولكن إذا كان سابقها زائد، ما كنغيروا والو، كنحيدوا الأقواس وما كنغيروا والو. مزيان، جدا عددين عشريين نسبيين. دونك كيف ما كنعرفوا أن الجدا سهل، دونك نبداو بالتقنية. جدا عددين عشريين نسبيين لهما نفس الإشارة هو عدد عشري موجب صافي. ملي كيكون عندهم نفس الإشارة كيعطيني موجب. علاش؟ نمشيو لهنايا، يعني عندهم نفس الإشارة، يا إما بجوجهم موجبين أو بجوجهم سالبين. دونك ناقص ناقص غتعطيني زائد، وزائد في زائد غتعطيني كذلك زائد. وجدا عددين عشريين نسبيين مختلفي الإشارة هو عدد عشري نسبي سالب. دونك لا ضربت ناقص في زائد أو زائد في ناقص غيعطيني دائما ناقص. مزيان، ناخدو مثال. مثال، إذا كان عندي مثلا، لاحظوا معايا كيفاش كندير هاد العمليات، كيفاش كنتمكن انني نحسبهم. اولا كنبدا بالاشارات، ديما ملي كيكون عندي الضرب نبدا بالاشارات هما الاولين. ناقص في ناقص شنو غتعطيني؟ زائد. برافو عليك. دونك كنحط زائد، كنرجع كنضرب الاعداد في بعضياتهم، جوج في خمسة شحال غتعطيني؟ 10. دونك النتيجة هي زائد 10. كذلك ومثال هنايا، زائد جوج في ناقص 5، دونك زائد في ناقص غتعطيني ناقص. جوج في خمسة هي 10، دونك النتيجة هي ناقص 10. زائد في ناقص هنايا كذلك، زائد في ناقص هي ناقص. جوج في خمسة هي 10، وهنا بجوج موجبين، يعني جوج في خمسة غتعطيني هي 10. واحد الملاحظة، ملي تخرج ليكم ناقص زائد 10 راه هي نيت 10، دونك لا داعي نكتبو زائد قبل من واحد العدد. دابا نشوفو خارج عددين عشريين نسبيين. غنبداو بتقنية، خارج عددين عشريين نسبيين لهما نفس الإشارة هو عدد عشري نسبي موجب، وخارج عددين عشريين نسبيين مختلفي الإشارة هو عدد عشري نسبي سالب. دونك بحال الضرب، راه داك القواعد ديال الضرب كيطبقوا على القسمة، لأن القسمة حالة خاصة من الضرب. دونك إذا كان عندي موجب على موجب غيعطيني موجب، سالب على سالب غيعطيني كذلك موجب، ولكن موجب على سالب أو سالب على موجب دائما غيعطيني سالب. دونك خارج عددين مختلفي الإشارة كيعطيني عدد سالب، ولكن خارج عددين نسبيين لهما نفس الإشارة دائما غيعطيني عدد موجب. دابا نشوفو ملاحظات. إذا كان عندي ناقص أ على ناقص بي، شنو غتعطيني؟ هي أ على بي. بحال كتختزل ناقص مع ناقص، لأن عندي هادو عندهم نفس الإشارة، ناقص مع ناقص كتمشي، كتبقى ليا أ على بي.
هنا أ على ناقص بي كتساوي ناقص أ على بي كتساوي ناقص أ على بي. كيفاش؟ دونك إذا كان عندي ناقص يمكن لي نكتبها في البسط أولا في المقام أولا نكتبها على السطر الرابع بحال بحال، صافي. إذا كانت عندي ناقص نقدر نحطها فين ما بغيت، نحطها في البسط، نحطها في المقام، نحطها على السطر راه بحال بحال. أ على بي زائد سي على بي كتعطيني أ زائد سي على بي. يعني ملي كيكون عندي عددين لهما نفس البسط نفس المقام عفوا، يعني يمكن لي نجمعهم تحت مقام واحد. اذا كان عندي ا على بي زائد سي على بي كتعطيني ا زائد سي على الكل على بي. ا على بي ناقص سي على بي. دابا الا كان عندي هنايا عددين يعني عندي الطرح ديالهم ولكن عندهم نفس المقام، ا على بي ناقص سي على بي كتعطيني هي ا ناقص سي على بي. دابا ندوزو لهاد القسمة هادي، أ على بي على سي راه هي أ فوا سي على بي. دونك ملي كيكون عندي الكسر هو هذا هو الكسر الكبير، أشنو كندير؟ هادو اللي لتحت كنقلبهم باش نحول القسمة لضرب، كنقلب كندير المقلوب ديال هادو. شنو هو المقلوب ديال هادو؟ راه هو سي على بي. دونك أ على بي على سي راه هي أ في سي على بي، كنقلب هذا اللي لتحت. بصفة عامة إذا كان عندي أ على بي مقسوم على سي على بي، هاد القسمة هادي كنحولها للضرب عن طريق ماذا؟ عن طريق قلب هاد العددين، كندير ليهم المقلوب ديالهم. دونك أ على بي في دي على سي. شو هاد سي على دي ولات في عطاتني دي على سي. نكملوا الملاحظة ديالنا، أ على بي زائد سي على دي كتعطيني ماذا؟ دونك هنا كنجمع عددين، دونك هنا كنديرو توحيد المقامات. كيفاش؟ كنضرب بي في دي، ها هي بي في دي، وكنضرب دي في ا زائد بي في سي، صافي. هذه تقنية ديال توحيد المقامات. ا على بي على سي على دي كتساوي ا على بي فوا دي على سي. دونك هنايا هذه راه غير كتابة، الا درنا هاد الكتابة هذه راه هي نيت هاد الكتابة هذه، غير حنا في الرياضيات بالخصوص في المستوى الثانوي كنلقاو هاد الكتابة هادي بكثرة. داكشي علاش يعني خصنا نتعاملو مع هاد الكتابة. دونك أ على بي مقسومة كلها على سي على دي، دونك هي أ على بي فوا هذا كنقلبوه هو بي على دي على سي عفوا دي على سي. صفر على أ كيساوي دائما صفر. دونك أي دونك لا كان عندي صفر قسمته على أي عدد راه غيعطيني صفر، غير هاد أ هذا خصو يكون كيخالف الصفر، حيت ميمكنش ليا نقسم صفر على صفر. أ على واحد كيساوي أ. كيفاش؟ أ على واحد كتساوي أ، يعني أن أي عدد كنقسمو على واحد راه غيعطيني نفسه. أ على واحد غيعطيني أ. دونك مثال جوج على واحد غيعطيني جوج، ثلاثة على واحد غيعطيني ثلاثة، وهكذا. أي عدد كنقسمو على واحد أو لا كنضربو في واحد كيعطيني نفسه. أمثلة، دونك غناخدو غنبداو بأ. أ كتساوي جوج على ثلاثة زائد ربعة على خمسة. دونك هنا غنوحدو المقامات. كيفاش كنوحدو المقامات؟ كنضربو هذا في هذا، ثلاثة في خمسة، كنضربو خمسة في جوج، خمسة في جوج زائد ثلاثة في ربعة، وكنحسب هاد التعبير هذا. جوج في خمسة تعطيني عشرة، ثلاثة في ربعة تعطيني اتناش، على ثلاثة في خمسة اللي هي خمسطاش. النتيجة غنجمع البسط، عشرة زائد اتناش هي 22 على 15. سي حتى هنا غنوحدو المقامات. دونك عندي هاد التعبير هذا غنوحد ليه المقامات. كيفاش غندير؟ دونك هنا كاين هاد التقنية هادي، هادي بصفة عامة ياك، ولكن كاين بعض التقنيات اللي كيمكن ليا نتحايل. كيفاش؟ دونك كنعرف ان 8 من مضاعفات 2 من مضاعفات 4، دونك يمكن ليا هاد الجوج هادي انا في توحيد المقامات خصني نرد عندهم نفس المقام ياك. دونك شنو كندير؟ كنحاول هاد الجوج هادي نحولها 8، ونحاول حتى هاد الربعة هادي نحولها ل 8. كيفاش غندير؟ سهلة، غنشد هاد الجوج هادي غنضربها في ربعة ياك، ولكن ماشي غير جوج نضربها في ربعة، لا حتى خمسة غنضربها في ربعة، باش نتسمى ما درت والو. غنضرب البسط والمقام في نفس العدد، نتسمى ما درت والو. دونك هنا غنضرب البسط في ربعة والمقام في ربعة، مزيان. عاوتاني هنا ربعة باش نحولها ل 8 غنضربها في جوج، دونك غنضرب البسط في جوج والمقام في جوج، صافي. زائد 3 على 8، دونك هذه ما غنضربها في حتى شي حاجه لانني انا بغيت نحول كلشي ل 8.
جوج في ربعة غتعطيني تمنية، ربعة في جوج غتعطيني تمنية، دونك غنجمعهم تحت مقام واحد اللي هو تمانية. صافي، وشنو غندير؟ غنحسب دابا البسط، خمسة في ربعة، هاد ربعة هادي اللي درت هنايا، خمسة في ربعة هي 20، ناقص سبعة في جوج هي ناقص 14، زائد ثلاثة. دونك دابا غنحسب، ديما ملي يعطيكم واحد التعبير بحال هكا حسبوا الأعداد الموجبة مع بعضياتهم والأعداد السالبة مع بعضياتهم. عندي 20 زائد 3 هي 23 ناقص 14، دونك النتيجة هي 23 ناقص 14 هي 9، 9 على 8. بي عندي الضرب، 5 على 3 في 2 على 7 كتساوي هي 5 في 2 على 3 على 7، 3 في 7. دونك نضرب البسط في البسط والمقام في المقام، 5 في 2 هي 10، 3 في 7 هي 21، دونك النتيجة هي 10 على 21. دي اختينا هاد المثال هذا، يعني كي يعني 4 على 5 كلها غنقسمها على 3 على 2، دونك شنو غتعطيني؟ هي 4 على 5 في 2 على 3. قلنا هاد العددين اللي كاينين تحت الكسر كيتقلبوا، دونك المقلوب ديال 3 على 2 راه هو 2 على 3، والنتيجة غتكون هي 8 على 15. إلى هنا غيكون انتهى الجزء الأول اللي هو يعني الأعداد العشرية النسبية. نتمنى تكونوا استفدتم منه. هذا الفيديو هذا يمكن لكم تعودوه أكثر من مرة. إلى حصة قادمة إن شاء الله، مع السلامة.